والأخبار التي تصل أن رئيس الجمهورية قد تم من أمس أو أول أمس بصفقات سياسية قد اتفق عليه، وما سيجري من انتخابات في مجلس النواب هي قضية شكلية وقد قضي الأمر الذي به تستفتيان، والذي ورد إلى مسامعنا أن هنالك صفقة أو اتفاقا قد حصل بين الديمقراطي الكردستاني وقوى فاعلة بالإطار التنسيقي أنهم سيصوتون للسيد لطيف رشيد. هذه حقيقة سمعتم بها أم إنها وشايات إعلامية؟ يعني نعتقد أنها تسريبات إعلامية ولكنها ليست حقيقة، لأن قبل قليل يعني غرد الرئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني في تغريدة يطالب بها القوى الإطار وقوى الإطار التنسيقي بالوقوف إلى جانبهم يوم غد في مسألة انتخاب رئيس الجمهورية. طيب خليني أنتقل إلى السيد عدنان السراج رئيس المركز العراقي للتنمية الإعلامية. حياك الله أستاذ عدنان، جلسة غدا ستكون صعبة. حياك الله مرحبا. أولا، هل ستكون هذه الجلسة أو الانتخاب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بسلة واحدة، والإطار التنسيقي غدا سيكون محرجا أمام مرشح الاتحاد ومرشح الديمقراطي الكردستاني، الكفة لمن في هذه الانتخابات؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولضيفيك العزيزين ومشاهديك الكرام. يعني أستاذ نجم، المسألة عقد هذه الجلسة تعلم هي نتيجة أو إحدى نتائج اجتماع وفد ائتلاف إدارة الدولة مع السيد مسعود البرزاني وثم مع السيد بافل، يعني بمعنى أنه هذه الجلسة ما ثبتت إلا بعد أن تمت هذه الزيارة وتم مناقشة العديد من النقاط التي لا تبعد الحزب الديمقراطي الكردستاني بحكم كونه هو الكتلة الأكبر في إقليم كردستان ولوزنه ووضع الحزب الديمقراطي في العملية السياسية وأيضا انضمامه إلى ائتلاف يعني إدارة الدولة، كان يمكن أن للآخرين أن يقصوه أو يعدوه، لكن اتخذ قرار بالتفاهم مع السيد مسعود. أنا أعتقد هذه التفاهمات هي التي أفضت إلى نتيجة مهمة، إنه عقد جلسة مجلس النواب، وعقد جلسة مجلس النواب اقترنت ب يعني تفاهمات مع السيد مسعود البرزاني. هو قال نحن مع العملية السياسية، لا ننسحب من العملية السياسية، سنشترك بالحكومة، ولكن إذا كان هناك إصرار على ترشيح برهم صالح للانتخاب سوف لا نحضر الجلسة. وهنا صار الحديث عن حضورهم من عدم حضورهم. أنا أتصور القضية لا تتعدى كون المسألة توافق لقبول مجيء السيد مسعود أو حزب الديمقراطي الكردستاني إلى مجلس النواب، إضافة إلى عدم يعني الإخلال بالتعهدات مع الحزب الاتحاد أو مع حزب الاتحاد الوطني الكردستاني. فلذلك أنا أتصور يوم غد ستكون هناك طريقة جديدة للاصطفافات. نعم، السيد دولة القانون رحبت بالإجراء اللي اتخذه السيد مسعود البرزاني بسحب ترشيحه للسيد ريبير وجعل ترشيحه إلى السيد دكتور عبد اللطيف رشيد، وأيدته دولة القانون بعنوان مبادرة جيدة واعتبرها فد مبادرة لحلحلة الأمور، ولكن قرار الإطار سيبقى قرارا موحدا، أي بمعنى هناك لغط إلى من سينتخب إطار التنسيق. إطار التنسيق لديه قرار، وهذا القرار أما يذهبون مستقلين لاختيار رئيس جمهورية لأي مرشح أو يتفقون على مرشح واحد. هذا قرار لا زال في الإطار سار المفعول، ويمكن لأي كتلة أن ترى المرشح الأفضل ثم تقرر أن تصوت له. وأنا أتصور دكتور هذا التكتيك الذي سيستخدمه بلغة أكثر صراحة والتوضيح. نعم. هل يعني هذا أنه الديمقراطي الكردستاني وشخص الرئيس مسعود البرزاني قد حصل على ضمانات من دولة القانون والإطار التنسيقي لمرشحه عبد اللطيف رشيد، وبالتالي قبل الحضور وقبل المنافسة به؟ احكي لي اياها بصراحة. أنا أدري أنت تعرف. صحيح أستاذ نجم، هو هذا الواقع الذي حصل. يعني الحديث اللي صار لأنه السيد
مسعود الرزاني في حالة سحبه لمرشحه والقبول بمرشح توافقي، فإن الداف فإن السيد نور المالكي في دولة القانون وأيضا بقية القوى حتى في السيادة قالوا بأننا سنكون مع هذا المرشح التسوي، أي بمعنى هم أيضا كان رأيهم بهذا الشكل، وإلا ما يتخذ السيد مسعود برزاني هكذا خطوة إن لم يكن متفق عليها. إذن الإطار لكن قد حسن أمره باتجاه السيد عبد اللطيف رشيد، وهذا انتخاب مشروط، هل يحق لي تسميته هكذا؟ ليس ككل. اليوم أقول الإطار كان لديه قرار، ولحد هذه الدقيقة قرار ساري المفعول أنه القوى التي في الإطار هي التي تختار المرشح الذي تراه مناسبا، حتى لا يمكن أن تقلق، لا يمكن أن تتخلى عن السيد بافل، ولا يمكن أن تترك السيد مسعود وهو يعني عضو فيه أو هو جزء من ائتلاف إدارة الدولة.